كمان خلينا نروح النهارده كان في مؤتمر صحفي، طبعا المؤتمر الصحفي ده خاص بالبطوله الدوليه للمنتخبات الاولمبيه ان شاء الله هتقام في مصر. طبعا عندنا المنتخب المصري الاولمبي، عندنا منتخب كوريا الجنوبيه ومنتخب البرازيل. طبعا اقامه بطوله وديه في هذا التوقيت وسط التحديات الكبيره ده امر اعتقد في غايه الاهميه، وبيدي رساله حتى للعالم، رساله مهمه جدا ان احنا دايما قادرين على التنظيم بشكل جيد، وان مصر دايما سباقه ودايما مصر في امن وامان. البطوله ان شاء الله هتقام في الفتره من 12 ل 17 نوفمبر الحالي. ده طبعا كل ده استعدادات الكابتن شوقي غريب وجهازه الفني لاستعداد لدوره طوكيو الاولمبيه ان شاء الله. المؤتمر النهارده حضر طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، والاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد الكوره، واكيد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي. وكمان كان موجود مسؤولي البعثتين، بعثه منتخب كوريا الجنوبيه وبعثه منتخب البرازيل، وحضر رودريجو جوس ده لاعب نادي ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرازيل الاولمبي. تعالوا نشوف تقرير عن هذا المؤتمر الصحفي الكبير ونعرف تفاصيل كمان البطوله الدوليه اللي هتقام على ارض مصر ان شاء الله. كل توفيق لمنتخبنا الاولمبي. نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل اخبارنا في البيت الكبير. الدوره اللي احنا النهارده في صدد المؤتمر الصحفي اللي فيها مع مباراه توجو، فكوره يعني الشهر ده شهر نوفمبر في جرعه يعني مهمه جدا لمصر والمصريين. ومن هنا دايما بنأكد لا للتعصب، خلينا بقى نتفرج ونشوف ونشجع الفرق بتاعتنا في ايقونتين يعني كبار جدا على مستوى مصر والمستوى العربي والمستوى الافريقي وابعد من ذلك. نجاح لمصر كلها، نجاح للمنظومه كلها، دعم بلا حدود من سواء كانت من الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه، ان احنا نوصل ان دوره زي دي بحجم الاحتكاك ده ان هو يكون موجود هنا في مصر. اعتقد ان المستفيد الاكبر هي الكره المصريه. احنا الحمد لله رب العالمين، يعني زي ما قلنا ان احنا كنا بنحاول نعمل حاجه نخلق دوافع جديده عند اللعيبه. طبعا المجهود الكبير اللي بذل من مجلس اداره الاتحاد الاستاذ عمرو وسياده الوزير اشرف صبحي على ان المباريات دي بالقوه دي تكون موجوده. يمكن الناس لما كنا بنقول ان فريق البرازيل جاي وفريق كوريا جاي، ما كانتش الناس مصدقه ان احنا في الوقت ده، ان احنا دي المدارس اللي لعبها والفرق اللي لعبها، الا لما شافوا اللعيبه اللي هي نجوم اكبر الانديه الاوروبيه موجوده. بالمناسبه دول من اكثر من 10 دول اوروبيه، اللعيبه اللي جايه كلها 23 لعيب و10 لعيبه من فرق كوريا نفس الوضع. دي حاجه كويسه طبعا، منتخب كوريا ومنتخب البرازيل فريق منتخبين اقوياء جدا. انت عارف ان احنا بقالنا سنه ما اتجمعناش، وفي عناصر موجوده جديده وفي عناصر مش موجوده، لكن بنحاول نستعد بشكل كويس وان احنا نظهر بصوره كويسه في الماتشين ان شاء الله.